نتواصل مشاهدينا الاعزاء وتتواصل الانطلاقات أرضية ميدان المرموم، ميدان يدستور بالذات، خصيصا في هذا الموسم، في موسم الصيف وبداية موسم الصيف تنطلق في هذا السن بالذات الفطامين. الجيل الناشئ انطلق الشوط الثاني يحمل الجعدان الفطامين ال 1500 متر، وهذا سباق الحلفة اللي ينطلق في هذه التحديات والأثار. هذا شاهين عبد العزيز بن جراح بن سالم الاكتبي على المركز الثاني، اما المركز الثالث يتدخل فيه وياتينا ريسنج خالد بن حسين بن طالب بن حسين المنصوري على المركز الثاني، غير اللي قدم لنا الدوحة قبل ذلك في الشوط الاول. ولكن هناك شاهين حربي بن سليم بن حربي العامري يتدخل في هذه اللحظة رقم 7 اللي ياتي في المركز الثالث، المركز الرابع وهذا هو يتقدم في هذه اللحظات شاهين مطر بن يمع بن عيد بالكوس. يا سلام الفلاسي، هذه النتيجة للمراكز الأولى في الجعدان شوط الجعدان أول أشواط الجعدان في هذه الانطلاقات. الشوط الثاني في المجموعة ما شاء الله الفطامين، وهذا ريسنج يتقدم سلالة شاهينية، وخالد بن حسين المنصوري قدم لنا الدوحة في الشوط الأول، يقدم ريسنج يعني سلالات وانطلاق جميل. أشكرك يا خالد على هذا الأداء، ما شاء الله تبارك الله، انطلق بالمركز الأول، قدم أداء جميل. خالد بن حسين بن طالب بن حسين المنصوري ينتزع ناموسي هذا الشوط، تهانينا له على هذا الفوز، على هذا الانطلاق الجميل. المركز الثاني رقم 5 المركز الثاني مشاهدي الاعزاء شاهين فيصل بن عتيج بن هلال بن عبيد الخاطري، والمركز الثالث شاهين حربي بن سليم بن حربي العامري. هكذا النتيجة، تهانينا على هذا الفوز للمرة الثانية المستحق وهذا الأداء الجميل.